السلام عليكم، معكم محمد امين، مدون فيسبوكي، فاعل جمعوي في مدينه الصويره. اليوم اكيد من بعد الضجه الاعلاميه اللي كانت والضجه اللي كاينه في مدينه الصويره من خلال انتهاك الحرمات ديال المقبره، واللي هي مقبره ديال المسمات بقضيه الرحمه، واللي شائعه اكيد بالاسم ديالها اللي سيدي مكدول. موضوعنا اليوم واللي غادي اكيد اللي غادي نحاولوا من خلاله ارسال بعض الرسائل للمسؤولين باش يكون عندهم تنوير اكيد للموضوع، واللي اثار ضجه كبيره هنا في مدينه الصويره من خلال الانتهاك ديال الحرمه ديال المقبره. حنا التساؤل ديالنا واللي غادي نطرحوه اليوم، واش هذه المقبره هذه اتمت 40 سنه؟ واش كاينه فتوى في الموضوع؟ واش كان تنويل للراي العام في مدينه الصويره؟ نفتحوا قوس ونقولوا بانه انتهاك الحرمه ديال المقابر فهي مساله واللي تتنتهك حرمه وتتنتهك مشاعر، وفيها مسائل اللي كارثيه بالنسبه للمواطنين وبالنسبه للعلاقه الروحيه اللي كاينه بين الاحياء وبين الاموات. وهذه المسائل كلها واللي تنتمنوا وان شاء الله من طرف المسؤولين اكيد نيابه عامه، من طرف السيد العامل بمدينه الصويره اكيد، تفاعل ديال المنتخبين برلمانيين، سمعنا واحد التساؤل اكيد لكتابي من طرف واحد البرلمانيه اللي محسوبه على جهه مراكز التنسيق مشكوره اكيد، ولكن الاسباب مشروع في الصالح العام ما كاينش شي مواطن اللي غادي يكون ضده، ولكن السؤال اللي مطروح الطريقه والكيفيه باش تم انتهاك الحرمات ديال هاد الاموات هادو، فهي طريقه اللي فيها شويه ديال العشوائيه وفيها شويه ديال القساوه على دوك الرفات ديال دوك الاموات، وفيها شويه قساوه على دوك الاحاسيس ديال دوك العائلات ديال الاموات. المقبره اللي كاينه حاليا في سيدي مكدور فهو تم ترحيلها من المقبره ديال باب مراكش، من اجل اش؟ من اجل مقهى جرده تم تحويلها في سنه 1990 تقريبا، في سنوات التسعينات، ولكن تم تحويلها، مازال ما تمتش 40 سنه. كاين مشروع مزيان، يتم التواصل مع المواطنين، يتم التواصل مع العائلات ديال الاموات باش يعرفوا الاهل ديالهم فين مدفونين. هذه كلها اسئله تطرح، علاش ما كاينش تنويل للراي العام؟ علاش ما كاينش تواصل بين المؤسسات وبين المواطنين عندنا في مدينه الصويره؟ علاش يتم التجاهل كل الاسئله اللي تطرح من طرف المواطنين؟ هذه المسائل كلها تتخلي بانه تاويلات وتتخلي مسائل كثيره اللي تتم في الخفاء واللي تتم استعمالها ضد مؤسساتنا في المغرب وضد مؤسساتنا في مدينه الصويره. احنا اللي بغينا علاقه ديال الثقه بين مؤسساتنا وبين المواطن، تخلق الثقه، تخلق واحد الثقه، والثقه اللي من خلالها بانه يكون تنويل للراي العام. ما فيهاش مشكل الا مسؤول خرج وقال بانه مشروع الفلان فلاني هذه دا من اجل مصلحه عامه، هذه يتم تقبله بكل بصدر عادي جدا، ولكن الطريقه وانتهاك الحرمه ونشوفوا جماجم ونشوفوا عظام ونشوفوا صفحات تدوين ونشوفوا فيديوهات وصلت للالاف من المشاهده، ورغم ذلك ما كاينش تنويل للراي العام. علاش هذا السكوت؟ علاش حاليا بينه تشوفوا سؤال تطرح في القبه ديال البرلمان وما تمش التجاوب ديالو من طرف وزير ديال الاوقاف؟ حنا عندنا في المملكه ديالنا اكيد بانه جلاله الملك محمد السادس حامل المله والدين، وحنا رسالتنا لجلالة الملك بأنه حاليا كاين انتهاك ديال الحرمة ديال الأموات، إذا كان فيه مصلحة للصالح العام فما كاينش مشكل، ولكن الطريقة باش نحملوا المسؤولية للمقاول، المقاول عنده رخصة، كاين مسؤولين اللي خاصهم يتحملوا المسؤولية، كاين ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا كان خطأ لا نؤمن بالخطأ، كاين خطأ كاين محاسبة. ما كايناش العشوائيه، عندنا مؤسسات اللي تنظم العمل ديال المسؤولين، كاين القانون اللي تنظم العمل ديال المسؤولين، ما كايناش عشوائيه. هنا تتبدا ديك الثقه ديال المواطن مع المؤسسات، اذا كان قرار عشوائي من طرف مسؤول فيجب تطبيق القانون. هنا انتهاك ديال الحرمه ديال الاموات. احنا عندنا مرجعيه اسلاميه، هادو شعارات اللي فيهم كراهيه جهه ديانات اخرى، اللي تنشوفوا مقابر ديال ديانات اخرى وما تقاسوش، وتنشوفوا مقبره اسلاميه اللي تقاست بهذه الطريقه. وتنعاود تنكرر بانه اذا كان فيه مصلحه للصالح العام فما كاينش مشكل، ولكن تبقى الطريقه وبالاحترام وباخبار العائلات وداوي الاموات. وشكرا، نتمنى ان شاء الله توصل الرساله. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.